تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 6800 خدمة إسكانية على المواطنين، أعلنت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرماحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني عن بدء توزيع الوحدات السكنية المقررة في مدينة سلمان ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة، وذلك تزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية. وقالت الرماحي إن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قامت فور صدور أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحصر أسماء المستفيدين من الوحدات السكنية والبدء في التواصل مع الدفعات الأولى من المواطنين وتزويدهم بمواعيد الحضور إلى الوزارة وفقا للجدول الزمني للتوزيع الممتد حتى نهاية شهر فبراير المقبل، مؤكدة أن الوزارة تحرص على تسهيل الإجراءات على المواطنين المستفيدين من خلال تسريع وتيرة الإجراءات والتنسيق لاستلام المواطنين لمفاتيح الوحدات السكنية بالسرعة الممكنة. تواصل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني استقبال المواطنين لإكمال إجراءات تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين في مشاريع مدينة سلمان ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة، وذلك بعد صدور أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 6800 خدمة إسكانية على المواطنين، حيث قامت الوزارة بحصر أسماء المستفيدين من الوحدات السكنية حرصا منها على تسهيل الإجراءات والتنسيق لاستلام المواطنين لمفاتيح الوحدات السكنية بالسرعة الممكنة. الحمد لله اتصلوا فينا أمس عن تخصص البيت في شرق الحد، وأول شيء بشكر القيادة الحكيمة على هالمكرمة، وإن شاء الله السنة عيدين الوطني وعيدنا حصلت بيت، والحمد لله جاءت وايد بسيطة، يعني ما أخذت لنا تقريبا نص ساعة لأن سحبت وعضوني يسمونه ورقت عنوان البيت، يعني الحمد لله كل الأمور سهلات الحمد لله. استقبلنا الخبر بفرحة ما تنوصف الحمد لله رب العالمين، ونشكر سمو ولي العهد والوزارة والإدارات المعنية على المجهود الطيب. ولدى حضور المواطنين إلى الوزارة يتم تقديم شرح هندسي حول موقع المشروع الإسكاني ومكوناته من حيث الخدمات والمميزات، كما يتم تقديم شرح للإجراءات القانونية والمالية التي تسبق مرحلة استلام الوحدة السكنية، بالإضافة إلى الآلية الخاصة بحجز المواعيد لاستلام مفاتيح الوحدات بالموقع والإرشادات اللازمة للمواطنين في مرحلة الانتقال للسكن بالوحدة. الإجراءات كانت سهلة، الشرح كان وايد واضح، روّنا يعني بشكل تفصيلي، كان شكل دقيق كان واضح، طبعاً فرحة ما تنوصف، يعني مستنسين وايد طول انتظار يعني 23 سنة هذه، والحمد لله. طبعاً نشكر وزارة الإسكان على جهودهم. تلمنا خبر إن إحنا طلع لنا بيت بفرحة، والفرحة مو بس لنا، الفرحة كل أهل كلهم، ويومين نهني الأمور كلها ميسرة وسهلة. وبهذا المناسبة أحب أشكر الحكومة الرشيدة بقيادة الملك حمد والأمير سلمان، والشكر موصول لسعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على هالمجهود الطيب النافع حق البحرين والمواطنين كلهم. استلمنا الاتصال البارحة من وزارة الإسكان بخصوص السحب، طبعا الواحد ما يقدر يوصف مشاعره، أكيد بيت العمر أهم شيء، فرحة الوالدة استانست بالبيت هاي أهم شيء. إجراءات تنفيذ خطة تسليم الوحدات السكنية تسير بوتيرة متسارعة بهدف الانتهاء منها مع نهاية شهر فبراير المقبل، كما تواصل وزارة الإسكان إجراءات صرف التمويلات الإسكانية للمواطنين المتقدمين بطلب الاستفادة من تمويلات تسهيل بأنواعها الثلاثة: تسهيل عقاري وتسهيل تعاون وتسهيل البيت العود، بالإضافة إلى تمويل مزايا الفئة المستحدثة. وزارة الإسكان تمضي بعزم نحو تلبية العدد الأكبر من الطلبات الإسكانية ضمن القوائم الموضوعة،
وذلك أنفاذا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نحو تطلعات سموه لضمان توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين وبما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة. خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.